الآن ينضم إلينا هاتفيا النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن. سيادة النائب، كيف تترقبون المؤتمر الذي ننتظره للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية؟ ونتحدث بالتأكيد ليس عن النتيجة قدر ما نتحدث عن الأرقام ودلالاتها. الحقيقة مستنيينها بفرحة زينا زي الشعب المصري، شعب أصيل، شعب الترمومتر بتاعه عالي جدا. أول ما حس بمخاطر على بلده كان في إقبال غير عادي. عارفة بترقب، أنا بالنسبة لي يعني زي الطالب اللي عمل في الامتحان حلو قوي وعارف النتيجة تحسبها كويسة، بس مستني النتيجة الرسمية عشان يفرح، لأن هو من جواه فرحان. يعني ستكون لهذه الأرقام دلالات ليس فقط المتعلقة بنسبة المشاركة، ترى أن الأهم فيها نسبة المشاركة؟ أولها نسبة المشاركة، أنت بتتكلم عن نسبة المشاركة لسه مش عارفينها عشان كده مستنيينها، إنما ما تم الإعلان عنه من الهيئة الوطنية للانتخابات في أول يوم ونص كان 45%، وبالتالي ده بيدينا مؤشر مع الإقبال الزايد بعد كده إن إحنا هنكسر ريكورد ما حصلش في اي انتخابات رئاسيه سابقه. معناها كبير، معناها كبير، معانيها كبيره للرئيس القادم انه جاي وبيتولى المسؤوليه في ظل حشد وتأييد غير مسبوق قبل كده. ده بيديله حاجتين، بيديله في رقبته انه كل الشعب اللي طلع له ده جميل، وبالتالي هيحاول يعمل اقصى ما يمكن لشعبه، بيديله اكثر كمان ولينا كمصريين انه بيقدر يحمي بلدنا ضد اي مؤامره، ضد اي حاجه، بهذا التأييد الشعبي الغير عادي. ده بالنسبه لانتخابات الرئاسه او للرئيس القادم. بالنسبه لمصر كمان خدنا ميزه شفناها فتح حياه سياسيه غير عاديه. احزاب كانت بتنافس على الارض ما شفناهاش قبل كده. كان عندنا 3 رؤساء احزاب نازلين بنفسهم واحزابهم بتشتغل على الارض، وكان عندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤيد من احزاب ومن قوى مدنيه اخرى، وبالتالي كل الاحزاب، ودي اول معركه سياسيه اشوفها في تاريخي انا يعني السياسي على الارض بين احزاب بتنظيمها. يعني تراها معركه سياسيه نظرا للمشاركه الحزبيه غير المسبوقه، هي هذه اول انتخابات رئاسيه نرى فيها هذه المشاركه الحزبيه من عدد من الاحزاب؟ بالظبط كده، وبالتالي كل حزب نظم نفسه وحشد نفسه، وفي فرحه على الاحزاب اللي قدرت تثبت نفسها، او بمعنى اصح انا هقول لك احنا كمستقبل وطن كنا بنهني نفسنا اخر يوم في بعد الباب القفل يعني بحاجتين، بطلوع الشعب المصري بالريكورد ده، وبان احنا من جوانا حاولنا نأدي دور حسينا ان احنا نجحنا فيه، وبالتالي بيدينا دفعه اكتر لقدام. الاحزاب الاخرى نفس القصه، في احزاب شاركتنا في كده طبعا، وفي احزاب بدات تغير وتنظم نفسها اكثر، وبالتالي هي فتح للعمليه السياسيه نفسها. طبعا كان بدايتها لا انكر الحوار الوطني ادانا دفعه كبيره جدا، صحيح، يعني الحوار الوطني ايضا كان فرصه للتعرف على وجوه سياسيه لم تكن معروفه من قبل، بدأت تثبت وجودها ورأيها في الحياة السياسية في مصر، وهذا أمر شديد الأهمية، تعدد الوجوه السياسية أيضا. ودى حاجة تانية، إدى أحزاب بتقعد مع بعض مختلفة بتتكلم، بقى في خط واضح وهو مصلحة مصر أو الأمن القومي المصري، ده خارج الكل متفق عليه. بعد كده بنختلف في الأمور الأخرى الاقتصاديه السياسيه من جوه، ده العادي. كان في تقارب وكانت نظر، حتى الاختلاف كان اختلاف جميل، وكل واحد رايه توافق عليه او ما توافقش عليه، عرف ما توافقش عليه للتطبيق العملي ليه، وبالتالي انا شايفها تغيير كامل في الحياه السياسيه المصريه. وزي ما بقول كده، شجره ديمقراطيه لازم بتبقى مزروعه في البلد، ما ينفعش تستورديها، وكل ما بتكبر بتسجل. اخر حاجه هقولها في الحته دي، دي مش اول انتخابات ولا اخر انتخابات، دي انتخابات جميله بيتبني عليها حاجات اكبر واكبر واكبر للشعب المصري. نعم سيادة النائب، توقفت عندما ذكرت في بدايه حديثك حول مشاهداتنا لتواجد
أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. أنك ذكرت أن المواطن شعر بالخوف على وطنه، لذلك كان ذلك حافزا لنزوله. ترى أن هذا الأمر كان حافزا بشكل رئيسي لجميع المصريين لاستغلال صوتهم الانتخابي وبالتالي الحفاظ على وطنهم؟ أكيد الحافز حول اللي هم حاجتين أو ثلاث حاجات عشان أبقى يعني صادق يعني. أول حاجة الخطر على الوطن. الناس حست وبما فيهم وأكد طبقة الشباب، لأن الشباب المصري عنده زي ما بقول دايما ليه وشين، وش يدي غنى كده إن هو مش فارق معاه حاجة ومش مهتم بحاجة. وقت الجد وقت الخطر أما يحس بجد ألاقي الوش الثاني للشباب المصري إنه أول واحد متحد، أول واحد نازل من نفسه في الانتخابات، هم اللي بيتكلموا بعض وهم اللي بيجمعوا بعض ايا كان مين هيدي لمين، بس ايه هم بيحفزوا بعض. فده الوش الثاني من الشباب المصري اللي بيطلع وقت الجد، ودي نسبه غير عاديه بتلاقيها طالعه. وده شفناه اول ما حسوا ان الامن الوطني القومي المصري بيتعرض بجد لمشاكل حسوها على الطبيعه، شفنا اقبال غير عادي من الشباب. طبعا مش هتكلم على المرأة لان هي الاساس في العمليه المتواجده دائما، لا اللي ما بياخدش اصواتها بيخسر كل حاجه، بس دي اساس من ده اساس غير متغير الحقيقه يعني. نعم. ده اساس غير متغير. ده جزء. الجزء الثاني شعبيه الرئيس او حب الناس الرئيس باللي عمله لقطاعات كتير جدا 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 من الشعب. نعم. مش هقعد احياء كريمه ولا فيروسيه، يعني هقعد اعد قد ايه العديد من الانجازات. نعم اشكرك سياده النائب حسام الخولي رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطننا.